أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشؤون الخيل في المملكة ومتابعتها مباشرة والعمل على تطوير المنظومة الراعية للخيل وإدارة شؤونها باعتبارها تمثل جانبا مهما من تاريخ البحرين التليد وارتباط تاريخ البحرين وحضارتها بالخيل، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الراعية للخيول والمهتمة بها وتسعى دائما إلى الارتقاء بها وبسلالاتها المختلفة والمحافظة عليها. جاء ذلك خلال استقبال سموه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف الذي قدم لسموه سعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل وعددا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة. وقال سموه تأتي توجيهات جلالة الملك المفدى بإنشاء مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل متوافقة مع رؤية جلالته المستقبلية لمنظومة الخيل في المملكة، خاصة وأن مجلس الإدارة مناط به العديد من المهام التي تهتم بصورة مباشرة في رسم السياسة العامة المتعلقة برعاية الخيل والمحافظة عليها والعمل على تطويرها وتكوين منظومة قوية لها من كافة النواحي بما فيها الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية. وأكد سموه أنه ينظر إلى مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل بعين التفاؤل باعتباره يمثل كيانا مهما في مسيرة الخيل البحرينية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية بناء مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل خططا وبرامج واقعية قادرة على تشجيع الشباب على ممارسة رياضة الخيل باعتبارها رياضة الآباء والأجداد وتنويع البرامج المشجعة لها وتسخير كافة الإمكانيات لاكتشاف المزيد من المواهب المحبة لرياضة الخيل. ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل عن شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى على الثقة الملكية وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على اهتمامه الكبير والمباشر للإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل الارتقاء بشؤون الخيل في المملكة.